انا اتعلمت طريقة البث المباشر عن طريق الانترنت. بحكي انه ما في اذاعة، تلفزيونية بتتاج على كفر كدوم بتبث مبث مباشر لكل مسيرات كفر كدوم. فحتى هاول يوميا وظل عندي اصرار وان اعمل هاي الفكرة، فحتى زبطت مع فكرة البث المباشر. انه انا ما بضل يعني مثل الصحفي، انا مثل اي واحد من ابناء القرية. اذا مسكت راح يعتقلوني، راح يعتدوا علي ويسجنوني. الصحفي بامكانه انه يتنكل كيف ما بده، مثلا يروح عند الجيش مثلا يصور لقطات جيش، يصور لقطات الغاز، يصور لقطات مثلا اعتقال اي شيء. بينما انا مثل باقي المتظاهرين، يعني ما بقدر اني اقرب اكثر على الجيش منهم. هو علينا انه شيء، انا شيء مهم عندي انه ينتشر هذا البث، وانه ينتشر لاكبر عدد من الناس حتى نوصل صوتنا للعالم، نوصل صوتنا لاكبر عدد من الناس. فانا يعني بنقل مسيري من بدايه المسيره، ما بث كل مسيري لنهايه المسيره. طبعا في بداية الفعاليات عانينا من مشكلة، هاي المشكلة انه الاعلام، سواء الاعلام المحلي الفلسطيني او الاعلام العربي والدولي، كان بعيد كل البعد عن هاي الفعالية، ما غطاها بالشكل المطلوب. في هاي الفترة قررنا انه نعمل صفحة على الفيسبوك، كونه مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وغيرها واليوتيوب، يعني هي اللي ساعدت في انجاح الثورات في تونس وفي مصر. طريق الوصول إلى الحرية نعلنها من هنا. الصحفي بيجي يأخذ خبر، الصحفيين كان يجي يعمل على تغطية خبر لمدة ساعة أو ساعتين على الأكثر وينهي خبره ويروح. إحنا كانت الأحداث تظل مستمرة من الصباح حتى مساء اليوم، ومرات تتواصل في الليل. إحنا موجودين هنا طول الوقت، وأخذوا أكثر من مرة من الفيديوهات الموجودة عندنا للمحكمة وللجمعيات حقوق الإنسان على أساس يثبتوا حقية الناس هاي إنه ما عملوش إشي. في كان عندنا فيديو، الفيديو كان متواصل 20 دقيقة، صورته يظهر جندي ضابط إنه بأمر جندي إنه يطخ أو يطلق النار على متظاهر، مع انه المتظاهر كان اسرائيلي. وهذا الفيديو نزلناه على اليوتيوب ووصل تقريبا عدد المشاهدين له اكثر من 70,000 مشاهد. فهذه اظهر لنا يعني مدى فعاليه التصوير اللي احنا بنشتغله، وكيف قدره يعني انه قدرنا انه احنا نوصل هذا الاشي لكل العالم. صرنا نشوف إن متضامن من حول العالم بيجوا على النبي صالح، من نيويورك، بتيجي من واشنطن، بتيجي من إسبانيا، بتيجي من إيطاليا، حتى من إسرائيل. مع الفيسبوك ومع هذا التطور العلمي صار بإمكاننا نحقق وننجز بشكل أكبر. في عندك صور مطلوبات للوكالات انباء، في وكالات انباء بطلب منك بمنزل الحدث بطلب منك انك تصور لهم صور. انه انا بنزل الصور كلهم، يعني جميع الصور المسيري اللي نزلوهم انا بنزلهم بشكل عام، وبختار الصور اللي افضل فيهن عشان نعطيها لوكاله انباء. يعني مثل ما انت شايف الصور، يعني انه مش مبين انه فيها حشد، مش مبين انه فيها يعني ناس، مش مبين فيها انه في يعني مسيرة قوية. يعني احنا بنقدر الامكان تظهر للاعلام انه في حضور قوي، في تأييد للمسيرة.
أي من ناحية إعلاميا وسائل الإعلام هم بدهم يكون في ضرب حجار وبدهم إنه يكون في غاز، بدهم لأنه بيجوا يصوروا، بدهم يعني إشي في أكشن، ما بدهم يجي يصوروا الناس هم ماشيين ويهتفوا وخلص يروحوا، بدهم شيء في أكشن. فأنا بعطيه صورة يكون فيها الناس كلهم يعني مبينين، فلازم تبكي في بداية المسير يعني مش في آخر المسير ولا في نص المسير يكون فيها ضرب حجار، لأنه مسيرتنا بشكل عام سلمية، مسيرتنا سلمية طبق سلمية، فوسائل الإعلام لازم تبين إنها سلمية، إنه هاي الصورة مرشح إنها تكون يعني لوسائل الإعلام ولا شيء، لأنها صورة تبين إنه فيها ناس، تبين فيها إنه إعلام وفي حركة، وفي نفس الوقت فيش فيها مثلا إنه ضرب حجار ولا إشي زي هيك. هاي في وحدة لا شفت وحدة منيحة أي. انا يعني انا بختار الصوره حسب ما احنا الفلسطينيين بنشوف. هاي الصوره مشان اورجي للعالم انه احنا بندافع عن حقنا. هذا اللي زي هذا بده يمنعه انه يدخل على بيته، بده يمنعه انه يضرب غاز على اهله، وانا وضحت انا مش ذنبي اذا فلان بس اجى اطلع على الصوره هاد، لانه هو بدوش اللي يشوف الصوره هاي، مش اذا 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 واحد بده يشوف بس صوره الشاب الفلسطيني وهو بضرب حجر فهو اعمى. شو بتستنى من هذا الشاب انه بعد ما واحد من جيش اسرائيلي بطخ عليه انه يعطيه وردي؟ انا في وجهه نظر طبعا احنا بنعمل هيك لانه جزء من نضالنا الشعبي ومن مقاومه، فيعني اكيد لازم نشتغل في موضوع الاعلام ولازم ننجح في موضوع الاعلام.